مين اللي قالك؟ زيد. حلو، دام كذا يعني ما يبيك تواجههم، والواضح انه قرر يحميك وما يبي يخسرك. تذكر هذه الطاولة؟ تذكر كيف كنا نجلس فيها؟ نتعشى، نرسم خططنا، نختار ضحايانا. كنت يوم تنجح في تنفيذ مهمة ترجع لي ونحتفل سوا، نحس بالانتصار. انت خربتي اخر مهمة. وش كنت احط لي في العصير اللي تسوي لي كل يوم تجبرني عليه؟ حبوب من حمل؟ ترى عرفت أنا ما حطيت لك شيء. قلت لك إني عرفت، بس تدري وش اللي صدمني؟ إنك كنت تقول إنك تبي مني ولد. لا غيرت رأيك؟ الوضع اللي كنا فيه، قصدك صراعك ما بيني وما بين آسيا؟ اللي آسيا كانت راح تفوز فيه صح؟ قلت لها إنك تبي تتزوجها؟ قلت لها انك تبي تجيب منها ولد وانك ما تبي يكون مني صح؟ انت اصلا حرام تكونين ام، حرام. انت شر، حتى اولادي ما بيهم تربيهم. الشر اللي داخلي انت اللي سويته، اصلا انت السبب في كل شيء. كل شيء صار انت اللي كنت سبب فيه. كل اللي سويته كان عشانك. لو كان العشاء هذا شرط عشان نخلص، وأنا خلصت. باقي ما خلصنا، كمل. حاسس إن أنا ماني بتمام، بطني توجعني. طبيعي، طبيعي الوجع اللي أنت حاسه. أقولك اسكتي، بطني فيها زي السكاكين، كلامك زي السم. السم قاعد الحين يمشي في عروقك، بس السبب مو بكلامي، السبب السم اللي حطيته في الأكل. بس لا تخاف، السم مرة سريع. كنت أطبخ كل يوم، حط لك السم كل يوم. كنت متأكدة أنك راجع.